المواقف العظيمة. لا أقول المواقف العظيمة لسيد الشهداء، ذاك أصلا أكبر من تصور ملائكة الله عز وجل، ذاك شيء آخر. شهر المواقف العظيمة لأصحاب الإمام الحسين، شهر المواقف العظيمة لأهل بيت الإمام الحسين عليهم الصلاة والسلام، أمام طغاة، أمام يزيد، أمام ابن زياد، نجاسة، أجلكم الله جميعا، نجاسة ما مثلها نجاسة اسمها يزيد، قذارة، أجلكم الله، قذارة ما مثلها قذارة اسمها ابن زياد، شيء فوق التصور أصلا. من هو يزيد؟ أمام يزيد بنت عمرها 10 سنوات تقف تجابهه بكلام تكسر جبروته، وهي آنذاك أسيرة في يديه. ابن زياد السكران، ما لا أقول سكران بسكر الخمر، هذا شيء من سكره، سكران بما لكلمة السكران من معنى. أمامه تقف بنت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، عين رسول الله قرة الحسين، ولطالما كان يلثم شفتيه، شهر هكذا بطولات.